وننتقل مع حضراتكم إلى ملف آخر في هذه الساعة، حيث بدأت أعمال قمة الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي من جراء أزمة كورونا. كانت المفوضية الأوروبية اقترحت حزمة التعافي بقيمة 750 مليار يورو، تمولها المفوضية الأوروبية باقتراض قيمتها من أسواق المال تقدم للدول الأعضاء الأكثر تضررا من الجائحة في شكل منح، فيما تبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجد للفترة ما بين 2021 حتى 2027 نحو تريليون و100 مليون يورو لكل المقترح، أو لكن المقترح يلقى معارضة من عدة دول في الاتحاد. على كل حال التعليق ينضم إلينا الآن عبر سكايب من بروكسل سيد محمد رجائي بركات، الخبير في الشؤون الأوروبية. سيد محمد أرحب بك. أهلا بكم. إذن دعنا ربما نلقي معك مزيد من الضوء عن هذه المنحة وهذه الأموال، مزيد من الفهم سيد محمد تفضل. في الواقع ميزانية الاتحاد الأوروبي تم المفروض وبناء على طلب البرلمان الأوروبي أن تكون هذه الميزانية أكثر بكثير مما تم اقتراحه حاليا، وهو 1074 مليار يورو، 1074 يورو فمليار يورو. فبالتالي الآن حتى هذا الرقم هناك خلاف من قبل بعض الدول بشأنه، وهذا يمثل هذا الرقم يمثل 1% من الناتج الداخلي الإجمالي. نحن هنا نتحدث عن الرقم الذي يمثل 750 مليار أو نعم مليار، فيما يتعلق ب 750 مليار وهو المبلغ الذي يتم بحثه حاليا من أجل إعادة الانتعاش الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي. هذا المبلغ أيضا هناك خلافات بشأنه، بعض الدول مثل هولندا والنمسا لا تريد أن يتم تبني هذا المبلغ، وتريد وضع شروط أيضا من أجل منح الدول التي تضررت بأزمة الكورونا المساعدات اللازمة. المفوضية الأوروبية اقترحت تقديم مبلغ 172 مليار يورو لإيطاليا و 140 مليار يورو لإسبانيا لتعويضها عن الخسائر التي نجمت عن انتشار الوباء، وطبعا هذه المبالغ جزء كبير منها سيكون بمثابة قروض يتم إعادتها بعد عام 2026 ميلادية، والقسم الآخر بمثابة منح. نعم. الخلافات ما زالت مستمرة بهذا الشأن. طبعا 70% من الأموال تقدم كتسهيلات خلال عام 2021 ل 2022 ميلادية، و 30% من المبلغ المقترح عام 2023 ميلادية. هناك شروط، بعض الدول أرادت وضع شروط من أجل تقديم هذه المبالغ، وهو أن تحترم الدول المعنية حقوق الإنسان والحوكمة ودولة القانون، وأيضا أن يكون هناك احترام للبيئة وما تم الاتفاق عليه من قبل بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على البيئة. نعلم أن دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تصل إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0% خلال من هنا وحتى عام 2050 صحيح. ميلادية، وتريد تخصيص جزء كبير من هذه المبالغ لهذا الغرض. طيب. رئيس وزراء هولندا قال أن هناك احتمال 50% بل أقل في أن تنجح القمة الحالية بالتوصل إلى اتفاق، ولكن كما تعلمون الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي الرئاسة الدورية هي بيد ألمانيا، وسيدة ميركل هي التي تترأس القمة الحالية، وطبعا الجميع يعلم أن السيدة ميركل لديها كاريزما ولديها تأثير هام داخل دول الاتحاد الأوروبي نظرا للثقل الاقتصادي والسياسي لألمانيا، لذلك من المحتمل أن تبذل قصارى جهدها من أجل إنجاح القمة والتوصل إلى اتفاق. نعم. طيب دعنا نفهم منك ربما طبيعة هذه الأموال سيد محمد، من جانب كيف ستوزع على الدول، أو ما هي المعايير التي على أساسها يتم تحديد أي دولة ستأخذ كم من هذه الأموال؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هل هناك دول معينة هي من ستأخذ هذه الأموال، أم أنها توزع على كل دول الاتحاد الأوروبي؟ هي ستوزع على الدول الأكثر تضررا من أزمة الكورونا والتي تعرضت لأزمات اقتصادية واجتماعية خلال تلك الأزمة. على سبيل المثال المفوضية الأوروبية اقترحت تقديم مبلغ 172 مليار لإيطاليا و 140 مليار لإسبانيا، ومن المعروف أن هاتان الدولتان هما الأكثر تضررا من الأزمة.
ولكن طبعا هناك معارضة من قبل الكثير من الدول، وأيضا أن على هذه الدول التي ستستفيد من هذه القروض والمنح أن تنفق 30%، أن تخصص 30% من الأموال لمشاريع لها علاقة بالتغييرات المناخية. وأيضا يعني هناك كما ذكرت شروط احترام دولة نعم القانون وإجراء إصلاحات اقتصادية. هولندا والنمسا ودول أخرى تشترط على إيطاليا وإسبانيا من أجل الحصول على المساعدات أن تجري إصلاحات إذا نحن هنا على نتحدث أن أنظمتها. يعني المعارضة لهذا الرقم تحديدا، يعني الرقم تقريبا 1,100,000,000,000 يورو، أن هذه المعارضة تأتي من هذه الدول بسبب اشتراطات سيتم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي على هذه الدول التي ستأخذ هذه الأموال. بالطبع بالطبع هذا هو السبب، معارضة تلك الدول. وأيضا هناك سيكون هناك معارضة من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا، بلغاريا، رومانيا، التي لا تريد أن يتم وضع شروط صحيح. خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. فمن هنا تأتي صعوبة التوصل إلى اتفاق، ولكن كما ذكرت ربما الثقل الذي والجهود التي ستبذلها ألمانيا والمستشارة الألمانية بالذات قد تؤدي إلى إنجاح أو العمل على إنجاح هذا المؤتمر. من ناحية أخرى، دول الاتحاد الأوروبي لديها مصلحة كبيرة في أن يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك كما تعلمون غياب دول الاتحاد الأوروبي عن الساحة الدولية حاليا في مواجهة الصين والولايات المتحدة الأمريكية اللتان تسيطران على الساحة الدولية. فيما لو استمرت الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي فإن هذا سيفقدها جزء من هذا التأثير على الساحة الدولية من ناحية اقتصادية وسياسية. فبالتالي من مصلحة كافة الدول التوصل الآن إلى اتفاق. وأيضا الجماهير الأوروبية، السكان يطالبون من الاتحاد الأوروبي أن نعم يفعل ويبذل ما في وسعه من هذا الغرض. ولكن مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية تمثل 1% تقريبا من الناتج الداخلي الإجمالي، والجميع يطلب من الاتحاد الأوروبي القيام بالكثير من المهام. ولكن بالمقارنة مع ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرالية تمثل 20% من الناتج الداخلي الإجمالي للولايات نعم المتحدة الأمريكية. فبالتالي يعني هنا هذا الفرق. وطبعا على الرغم من قلة الإمكانيات المالية المتوفرة حاليا لدى الاتحاد الأوروبي كاتحاد، إلا أنه نجد أن عليه القيام بالكثير من المهام وأنه يؤدي الكثير من المهام هذه نقطة المطلوبة مهمة منه. سيد محمد، يعني بعيدا حتى عن ملف كورونا، إن كنا نتحدث عن ألمانيا تحديدا ورئاستها إلى الاتحاد الأوروبي في هذه الأثناء، يعني البعض يقول أن ألمانيا في امتحان صعب، خاصة أنها تترأس الاتحاد في ظل طلب دولي من الاتحاد الأوروبي للضغط على تركيا للكف عن تدخلاتها، والاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة لا يقوم بأي قرار في هذا الجانب. من جانب آخر أيضا عليها مساعدة الدول الأكثر تضررا داخل في الاتحاد الأوروبي من فيروس كورونا، هل ستكون ألمانيا قادرة على الصمود ربما في ظل هذه المخاطر؟ طبعا هي ستكون قادرة على الصمود في ظل هذه المخاطر. و يعني فيما يتعلق بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، الاتحاد الأوروبي لديه اتفاقية تعاون جمركي مع تركيا، هناك الكثير من المصالح الاقتصادية مع تركيا، وأيضا هناك أزمة اللاجئين السوريين، 3.5 مليون لاجئ سوري موجودين داخل الأراضي التركية. وفي حال تفاقم العلاقات الآن متوترة مع الاتحاد الأوروبي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ولكن في حال تفاقم وزيادة هذا التوتر هناك تهديد أو خطر أن تترك أعداد كبيرة من اللاجئين القدوم إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تخشاه الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لذلك هي تحاول، وهذا ما قررته مؤخرا دول الاتحاد الأوروبي والتشاور والتفاوض مع تركيا من أجل تخفيف نعم حدة التوتر. وأيضا تركيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي، عضو هام في حلف شمال الأطلسي. فرنسا طلبت من دول الاتحاد نعم الأوروبي الحصول على دعمها من أجل أن يؤثر حلف شمال الأطلسي طيب، ويضغط على وماذا تركيا. عن كورونا ولكن سيد محمد؟ إذن هذا من جانب، من جانب آخر هناك امتحان صعب فيما يتعلق بكورونا أيضا، ويعني كما تفضلت بالذكر ربما الخلافات فيما يتعلق بالمنح والأموال المقدمة أيضا. ألمانيا كيف من الممكن يعني أن يكون لها قرار أو تتصدى لهذا الأمر؟
فيما يتعلق، هناك الكثير من الأموال ضمن تلك الأموال التي ستخصص لمكافحة وباء وانتشار فيروس الكورونا. الدول الاتحاد الأوروبي أخذت درسا من واستفادت، وأعتقد أنها ستعمل في المستقبل على تجنب المشاكل والنقاط الضعف التي شاهدناها خلال انتشار وباء الكورونا، ولذلك فهي ستحاول الاستفادة من هذه المشاكل وأن تعيد النظر في سياساتها، وأن يتم التركيز نعم على الجانب الصحي ضمن صحيح، اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وضمن التعاون الأوروبي، كي تكون تلك الدول مستعدة في المستقبل القريب في مواجهة الأوبئة القادمة. الجميع يتحدث عن نعم عودة، احتمال عودة انتشار وباء الكورونا مجددا خلال الأسابيع القادمة، وقد يستمر ذلك حتى نهاية العام. لذلك دول الاتحاد الأوروبي نعم تعمل كل ما في وسعها من صحيح، أجل ذلك. هناك نقطة أخرى أخيرة، تفضل. وهي أن رؤساء دول الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستبحث تخصيص مبلغ 5 مليار يورو من أجل مساعدة الشركات والأطراف التي قد تتضرر وستتضرر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نعم وخاصة إذا خرجت بريطانيا بدون اتفاق. كل هذه النقاط سيتم بحثها اليوم وغدا، وعلى أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها. من المعروف أن الكل يجب أن توافق كافة الدول على ما يتم اتخاذه من قرارات. هذا يعني أن أي دولة تفرض الفيتو وتفرض معارضتها صحيح على ما يتم تبنيه سيعرقل تبني بالتأكيد. مواقف موحدة بخصوص النقاط التي ذكرناها. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر سكايب من بروكسل محمد رجائي بركات، الخبير في الشؤون الأوروبية، شكرا لك.